أبداً ما إجيت لهون لحتى حضرتك تحققي معي أو تحاكميني وتتدخلي بخصوصياتي. أنا عندي علاقة منيحة وعندي آمال كبيرة للمستقبل. إذا أنت كان عندك علاقة أو آمال مثلي بتحبي تعيشيها، فلازم نتفق بقاسم مشترك صغير اتنيناتنا. شو القاسم المشترك الصغير؟ اشرحي لي عنه شوي، يعني لحتى خبرك إذا بنقدر نتفق ولا لا. أنا وعاكف ما عنا نية نتدخل بعلاقتكم بأي شكل كان، وغير هيك كمان أنا رح خلي عاكف ينسحب من التحقيق يلي بخص الياس نهائيا، وبدي بالمقابل الياس يتركنا بحالنا وبس. رح أحكي مع الياس، وأصلاً الياس ما عم بيلاحقك لإلك، لا لعاكف. أنا رح أقله يتركه بحاله، بس في شرط واحد لهذا الشي. هلأ بتروحي من هون على بيتك وبتجمعي غراضك كله وبتقولي للي بتحبيه تعال بدنا نحكي بموضوع مهم، وبس يجي رح تقولي له، يا أما بتجي معي يا أما الياس بده يقتلك. إذا عاكف وافق يروح معك وقت بوعدك إنه عاكف يضل عايش ورح يموت إذا ما راح معك. وبعدها عندي كلام واحد بدي أقلك يا اصحك، تزعلي على موت رجال ما بيحبك. وأنا كنت عم فكر هيك كمان، حتى كنت ناوية أحكي معك، بس في شي ماني متأكدة منه. الياس شخص مهووس ما عم يقبل يتركنا بحالنا، وطبعاً حكيك كافي بالنسبة لإلي. أنت عن جد متأكدة إنه عاكف رح يجي معك؟ إذا ما إجا أنا رح ضب أغراضي وأمشي. فرمان، أنا عندي سبب واحد بس لحد هلأ حتى ما أكسر عظامك هون أو ما أوصك براسك وأدفنك مع يافوز بنفس المكان، إنك ما بتكون ابن أخي. لو كنت ابن أخي وعملت هالشي اللي عملته أنت بدون إذني كنت أوصتك، فهمان؟ أخي الياس، أنا قوصت شخص بيكون عدونا كلنا. إيه ماشي، بجوز كون عصبت شوي وتصرفت بسرعة، بس ما بستاهل كل هاي التصرفات وكأني قوصت على واحد قريب أو صديق لكم. معقول أنا أجي لمكانك وقوص على واحد؟ هم؟ حتى لو كان صديق أو عدو، وينه الزلمة؟ هو كان عندي ما هيك؟ أنا إذا قلت بيموت بيموت، وإذا قلت يعيش يعني بيعيش. فرمان، أنت مين؟ أنت مين بتكون؟ بهزات صار هون. تمام، thank you.
شو عم تعمل هون فرمان؟ كنت عم اسأله هيك بهزات، وإذا عم يدور على مشاكله هون. شو عامل يا الياس؟ شو في؟ موقف ابن أخي قدامك هيك، على شو عم تحاسبه؟ كنت عم حاسبه لأنه قتل يافوز. أنت قتلت يافوز؟ إيه أنا عمي. طيب كيف وين لقيته؟ احكي ابني. لقاه هون بالمزرعة وقت كان معي، وقت كان بالتحقيق، وقت كنا ناطرين نعرف أي شيء بيشيل سلاحه وبيقوص الزلمة فجأة. لأنه أهاني عمي وسب عيلتي، ما تحملت وقوصته. روح على السيارة واستناني. الياس، لا تواخذه. وقت زيكو تركه أخي بهدله وضربه، واضح إنه الوضع كان صعب عليه وما تحمله. بظن إنه حاول يثبت لحاله للكل إنه رجال، قام الدب خرب كل شيء. بظن هو اللي خرب ليلتنا مبارح كمان، مو هيك بهزات؟ أنا لو كنت مكانك ما كنت دخلت ابن أخي بهالشغل أبداً. ليك الياس، أنت بتعرف إنه كلياتنا بأول طريقنا كنا متحمسين وبدنا نقوص مثل آبائنا وأعمامنا وأخواتنا، وكلنا غلطنا بهداك الوقت. مرحلة الشباب هي هيك. بس شكرا على نصيحتك، وإذا إجا شي وقت مناسب رح نقدم نفس هاي النصيحة لأولاد إخواتك إن شاء الله. لا ما رح يجي أبدا، ما في وقت ومكان مثل هاد لأولاد إخواتي. شو هذا الياس؟ عامل اجتماع لعائلة فشلي؟ دعيتني وطلع الداعي أمور خير. أمور شو؟ أنا ما دعيته. شو إلا شغل هون لكان؟ هلأ بتجي ومنسأل. هذا اللي كان ناقصني. إذا بدك خليها تجي لهون منسألها سوا. عمتي؟ أنتي شو عم تساوي هون؟ ليش قاعد بالسيارة هيك فرمان؟ هيك اجتني الأوامر. أمور تعي لعندي. مرحبا خورشيد. أهلين أمور خانو. شو اللي جابك؟ في عندي كلام بدي أحكي. إذا عندك شي مهم تحكي فأنا رايح على البيت منحكي هنيك. عندي شي أحكي معكم اتنيناتكم. مرحبا الياس. أهلين. تفضلوا عدو. بدي أحكي شي مهم. طيب احكي باختصار، عم نسمعك أمور. التقيت بإسراء اليوم. مين إسراء؟ مرت الياس السابقة. وحضرتك شو شغلك مع أي شي سابق بيخصني أنا وبس أمور؟ بعتت لي رسالة وقالت بدها تشوفني. عفواً بس كأنه في شي ماني عم بفهمه. أنت بتعرفي مرته للياس السابقة من قبل يعني؟
ومن وين بدي أعرفها بهزات؟ لكان ليش لا تشوفيها؟ شو بدها منك هالمرة؟ ايه سمعت اني انا والياس اصدقاء. بتكون سمعاني غلط. غلط ولا مزبوط؟ مو هون الموضوع. صح، شو الموضوع؟ لو سمحتوا روقوا. شو الموضوع بالضبط؟ سمعينا. الموضوع انتو بدكن عاكف بين ايديكن ولا ما بدكن؟ بدنا، طبعا بدنا. يا معقول هذا السؤال؟ يعني خاصة انا. انتي عرفتي مكان عاكف يعني؟ طبعا. طب وين هو؟ وين مكانه؟ خليني رجع الدين لرفيقي. ليش صرت مدين للياس؟ ايه فضل ابن أخوكي. شو اللي عمله؟ إجا لما كان الياس عم يحقق مع الزلمة قوص وقتله ليافوز. فرمان؟ عاكف عاكف عاكف. مات اللي مات، خلينا نحكي بيلي بده يموت. يلا رح أعطيكم عنوان عاكف، بس عملت اتفاق مع البنت. موافق. شو ما كان الاتفاق يلي عملتيه مع البنت أنا موافق عليه، بس عطيني العنوان. ماشي أخي ظفر، تمام فهمت عليك أنا. لا تحكي كتير على التليفون ماشي؟ شو عم يقول ظفر؟ عم يلي على التليفون من قوص على مين عمي طوفان. هذا الزلمة مجنون ولا شو؟ لأنه اللي قوص فشلي واللي قتل سيفري ما بيهمه عم يحكي التفاصيل على التليفون خصوصا حتى تتسجل. مين فشلي ومين سيفري خضر علي؟ تروك هلا هذا موضوع مين ومين بيكونوا هدول، المهم تكون بخير ومرتاح. ومين اللي اجى على الدنيا مرتاح حتى اجي انا شاهين اغا؟ هذا خضر والياس ومشاويركم معهم كمان، خلوك تصير تاخد موقف يا فخري. مو هيك عمين قال يا شباب؟ فخري؟ كتير عم تتوجع؟ بالأول قولولي مين قوص على مين، وبعد أنا فيني إلكن إذا موجوع أو لا. فرمان فشلي قوص على يافوز سيفري. فرمان عن جد قتل يافوز؟ إيه عمي طوفان. لكان خبرهن يجي يعطوني مسكن ألم، نعسان بدي نام. نام فخري نام، بين كل هدول الفايقين حواليك أحسن شيء أنت بتعمله إنك تنام. خضر علي كيف صار الشيء؟ عمي طوفان إذا بدك اتصل واسأله عن التفاصيل واحد واحد. ماشي، لكن أنا خليني أقوم روح حتى أعرف بالضبط شو يلي صاير. هدول الأولاد بأمانتك شاهين أغا. وإنت بأمانة مين بقى؟ بأمانة الله، مين لك؟ معناته أمن الأولاد بالله بالأول وبعدين روح. إنت ما حدا بيقدر عليك. أهلين أمينة خانم. مرحبا أمور، كيفك؟ اتصلت لحتى قلك راح الشر، لأني سمعت أخبار مو منيحة عن ابن أخوكي. شكرا أمينة خانم،
تجاوزنا محنة كبيرة وهلأ مناح، وأنا كنت بدي اتصل فيكي وقلك راح الشر عن أخي فخري. تسلمي أمور، ونحنا كتير زعلانين. أنا هلأ عند خيرية خانو، هي كتير زعلانة وعم بتقول شو اللي عم بصير فينا كمان. الحقيقة كنت بدي امرق لعند الست خيرية بس تكون فاضية، في قصص كتير بدي خبرها عنها. لا عن جد؟ طيب بخصوص شو؟ بخصوص مرت الياس السابقة. عم بتقلك فاضية، تفضلي. طيب أصلاً أنا برات البيت هلأ، رح أجي لعندكم. تمام، ناطرينك أمور، تعالي. شو صار؟ ليش وقفتي؟ روحوا على البيت فرمان، أنا عندي مشوار وبرجع. خلينا نروح معك عمتي. قلت روحوا على البيت فرمان. عم تسمعوني؟ ايه هلأ شو بده يصير؟ بعد شوي جاي أوزلام وأمّا لعنا، وفوق هيك بدها تجي أمور. خليهم يجوا أختي خديجة، مبين إنه رح يصيروا سلايف، ونحنا رح نشوف إذا كانوا قادرين يتفاهموا أو ما خرج يكونوا عيلة وحدة. موضوع على هي إسراء صاير هالأيام عم يزعجني كتير يا أمينة خانو. هي إسراء معقول تكون خربت الشي اللي بيناتهم؟ ما كان مبين من صوتها إنه في هيك شيء. لا تجي نعرف. راح الشر عنك سربيل خانو، شو صاير لإيدك؟ وقعت عن الدرج بالبيت وإجت الوقعة على إيد اليسار يا خيرية خانو. لا لو عرفنا كنا رحنا لعندك وطمننا عليكي بنتي. ليش ما خبرتينا بيلي صار؟ ستي أمي قالت إنه هي رح تجي تزوركم لأنه اشتاقت لكم، وأنا قلت لها منروح. يلا يلا تفضلوا عدوا وارتاح. تسلمي. منيحة أجيتوا، أهلا وسهلا. هيك بتضلوا معنا على العشاء؟ أنا قلت كم كلمة لإسراء لحتى ما يبقى عنده أمل ابنه. يا ترى قالت لك هيك شي؟ قالت ست خيرية. إسراء بسبب هاي الكلمات اللي قلتيها راحت بسرعة لعند أمور خيرية خانو. هيك بتكون غلطت برأيي. منيح ست خيرية. شلون؟ الظاهر نوايا إسراء مانا سيئة، بس الزلمة يلي حبته ويلي اسمه عاكف رجال خطير كتير، وممكن يأذيها كمان. هذا الزلمة اللي اسمه عاكف مو كان موظف عند الدولة؟ ايه أمي، هو يلي حط القنبلة بالفندق وخوفني وحاول يخليني جاسوسة عنده. خبرتك بهالشي؟ يعني ما بكفيهم الرجال يلي عندهم؟ لسه بدهم ياخدوا من عنا كمان؟ ست أمور، بشو نصحتيها أنت؟ يعني يا ترى كيف حكيتي بالموضوع مع أسراء؟ قلت لها خدي الزلمة وروحي، إذا وافق وراح معك منيح،
بس إذا ما وافق يروح معك شو بصير وقتها؟ إذا ما راح لازم تعرفي إنه في شي تاني بهذا الموضوع، صارت مسؤوليتها. أنا خليتهم يلحقوا إسراء وعطيت العنوان لبهزات والياس، طبعاً بشرط ما تتعرض إسراء لأي أذى. والله أنت بتخوفي، ابقي ذكريني لحتى ما أتواجه معك. الله يسامحك ست أمينة، ليش لنتواجه مع بعض؟ أنت عملتي الشي الصح، إن شاء الله الياس وبهزات يعملوا الشي الصح كمان. كيف عم تحكوا كل هالحكي قدام أوزلان؟ أكيد البنت خافت كتير. لا أنا بعرفكن منيح، بس بخاف أمي تفهمكن غلط لأنها ما بتعرفكن منيح. هاي القصص ما بفهم فيها أبداً، وأصلاً ما بدي أفهمها بنوب. أنا كتير حبيت طبيعتكن وإنكن بتحكوا كل شي بصدق وصراحة. ونحن حبينا نحكي عن كل شي بصراحة قدامك ست سربيل. ست ميني لو سمحتي ممكن تدليني وين الحمام؟ طبعا تفضلي. شكرا عن إذنكم. أوزلام تعي حتى نجيب الشاي. هاي حبيبته لقلب أصلان ما؟ ايه هاي حبيتيها؟ ايه لطيفة. قلب أصلاً ما عم بيرد على تليفوناتي أبداً. آه؟ ليش يعني؟ ما بعرف، طلعنا آخر مرة تعشينا سوا، اتصلت أكتر من مرة ما رد علي وما رجع اتصل، وبعدها بعت رسالة وقال إنه عنده شغل. بالعادة قلب أصلاً ما عنده هيك إهمال، بس إذا قال عنده شغل معناتها مشغول أوزلام. يعني عم بسأل حالي ليش عم يعمل هيك؟ بلكي بتحاكي وقت تشوفي أختي خديجة. حاكي بحاكي، بس لا تعتبري هالشي له علاقة فيكي، الجو كله مخربط. سيد عاكف أنا عم بقلك اللي سمعته من شوي، عنوانك صار مع الرجال صدقني. ماشي ست سربيل، شكراً لك، أنا رح حل الموضوع. نزيل ناطرك. انت قوس على رجاله، انا بصفي عاكف. خلوني انا اعملها، انتو عطيتوا وعد، يعني بلكي اسراء قدرت تقنعوا للزلمة وتاخده من هون. الوعد وعد يا الياس، انتو وعدتوها بس انا لا. شو خصك بهالشي خورشيد؟ ان وفيت بالوعد اللي عطيته لاختي ولا لا، مين رح يحاسبني ومين رح يخبرها؟ انا رح خبرها. ها ما بعرف إذا كان حدا بده يحاسبك أو يتركك بالحساب. خلينا ننتظر ليطلع بهزات، إذا طلعوا مع بعض ما رح نقوس، بس إذا طلعت إسراء لوحدها منقتلوا بعد طلعتها فورا. سمعتني؟ إيه سمعتك، لكن ما سمعتك شو أطراش. العنوان تبعنا صار مكشوف، فتحوا عيونكم منيح،
هدفكم الياس وبهزات، اقتلوهم بدون ما ترجعوا لي. بموضوع زكي نحن منعترف انه غلطنا، بس هذا الغلط نتيجة اخطاء متراكمة عملتوها كلكن. لهلأ ما لقيت ولا حل بالنسبة إلي. زكي عايش ولهلأ لساته عم يتواصل مع واحد منا. انتو ما عم تسألوا عن الخاين اللي بيناتكن؟ منسأل لأنه ما عنا ثقة فيك أساسا. عطيناك كل شي طلبته منا. خليني أقول هلأ أني أخذت اللي بدي إياه منكن يا خضر. إيه صح، أخذت بفضل أونال بيك. مزبوط. وهلأ إذا وقفتوا حسابات مين أخذ ومين عطى، فينا نعمل اتفاق ونحط خطة جديدة للمستقبل. الهدف من الاجتماع اللي موجودين فيه كلياتنا انه مسعود يعترف بغلطه ويقر فيه، وانه يعطينا وعد جديد هلأ انه رح يعوض هالشي. وانتو بتوعدوه انكم تتخلوا عن محاربة الاستخبارات ويصير في تعاون قوي بيناتكم. إيه نعم. لسه ما سمعت وعد مثل هاد أونال بيك. معلش فهموني شو التعاون اللي بده يصير بيناتنا. الطاولة بدها تشتغل لصالح الاستخبارات؟ لا لا يا حشمت، الطاولة بهالوقت رح تشتغل لصالحها، بس بدون ما يكون في مواجهة مع الاستخبارات الموجودة بكل العالم. كمان بتاخد حصتها. طيب أنا في عندي سؤال، الحصة اللي بدنا نعطيها لمسعود هلأ، أي استخبارات هي اللي بدها تاخد هي الحصة حتى نعرف ونفهم وبعدين بنعطي الوعد؟ CIA يا خضر. والله شي عظيم. أخيراً في واحد خاين اعترف بلسانه بأنه هو خاين. حتى لو متت ما عاد مهم عندي. يعني رح نتفق خضر؟ أنا بسلم الأمر لأونال بيك لأنه هو زعيم الطاولة. ما بعرف مع مين بده يتصافح، بس أنا ما بشتغل لصالح أي حدا أبداً. إذا ما بده أونال بيك إنه حاربك فأنا ما رح حاربك، بس إذا أنت كنت بدك تتحارب معي فما بهتم بأي حدا. هذا هو اتفاقي، موافق؟ مسعود صدقني إنه يوصل خضر لهي النقطة اللي حكاها أصعب بكتير من إنه حضرتك تصير شخص قومي. لهالسبب نصيحتي إلك إنك تقبل هي الشروط. وأنت حشمت. وأنا بوافق خضر برأيه. أنا بعمل كل شيء لصالح الطاولة اللي أنا قاعد فيها. فيني أنا كمان أحكي شي؟ أنت موجود بالطاولة قلب أصلان، فيك تحكي كل يلي بدك يا. شكراً أونال بيك. بصراحة مو كل شي بالنسبة لألي هو مصلحة الطاولة. طالما عم نعطي حصة CIA وعم نعارض مصالحنا القومية كرمال هالمنظمة، كيف رح نعرف إنك ما رح تحط بوشنا ناس مثل زكي مرة تانية؟
كن واثق اني انا لاحظت ما وعدت بعكس هالشي بنوب. ايه بس انا ماني بهالاتفاق. شو يعني مانك بالاتفاق؟ عمك خضر موافق. انا عضو بالطاولة وبحق لي التصويت وبدي اقول لا. شو يعني؟ انا بتفق مع خضر وهو بيحارب من خلال ابن اخوه. بدكن انا اوقع بالفخ عن جد؟ ما في لا فخ ولا شيء، بيصير مثل ما انا بقول. اخي وحتى ابن اخي مستحيل يعملوا عكس يلي بقوله. خلاص انتهت الحرب يا سادة. نحن منطلب هلأ من زكي ورجال اللي معه ينسحبوا، ورجال اللي مثل زكي بيصيروا تحت أمرنا. هو بده حصة من الربح اللي عم يجي من تجارتنا، فمنعطيه حقه، وبنفس الوقت يلي عم يخدموا بالسي آي اي مثلك ورجال يلي مثل عاكف بيقدموا لكم ضمانة إنه ما رح يأذوكم بالمستقبل. مين أمور فشلي يا إسراء؟ وشو يعني تروحي تقابليها وكمان تساوميها بدالي؟ أنا ما رح تساوم حدا بدالك عاكف. رحت حتى أقدم عرض لمصلحتنا، يعني كم مرة لازم عيد الحكي نفسه؟ إمتى أنتي بدك تفهمي إنه هدول الناس كتير مقرفين؟ لسه شايفتيهن عيلتك؟ أكيد هنن مانن عيلتي، لا أمور فشلي ولا الياس ولا حتى خضر شاكر بالي، ما عاد يخصوني. أنا بدي أعمل عيلة معك أنت وبس، لهيك عم قلك هلأ خلينا نروح من هون. أنت اختار عاكف، يا بدك تجي معي أو أنا رح أروح. طيب وأنت بتتوقعي إنهم يتركوكي؟ هنن كانوا تاركيني عاكف. أي كانوا تاركيني لحتى شافوك واجيت انت لهون عن جديد. عن جد صرت محتارة بمين بدي اوثق. طيب انت قادرة؟ خلي هذا السلاح معك. أنا ما بدي سلاح ولا شي غيره. على القليلة خليه معك لحتى تصيري بأمان. أنا بأمان وما علي خطر. أنت يلي مانك بأمان. وصل الست إسراء على المطار ورجع.
ما ضل في وعد ولا شيء. راحت إسراء. إذا ما طلع عاكف من البيت نحن رح نفوت على البيت. تماما هيك. قدرتوا تلاقوا شيء؟ سيدي انت متأكد؟ نحن دورنا بكل الجهات بس ما لقينا حدا، لا الياس ولا بهزات سيدي. طيب نحن تعرضنا لهجوم وتصاب السيد عاكف، بعتولنا الدعم على السريع وإلا بنخسره. وقف. سيدي السيد عاكف تصاب، مقصين عليه ببيته، وقبل ما يموت قال إنه رايح يلتقي بهزات الياس. هلأ ما عاد في أي شرط وما في أي موضوع ممكن اتفق معكم فيه، كلكم انتهيتوا. خضر شو هاي الفضيحة؟ حشمت شو بدك تعمل هلأ؟ ما رح تطلع من عندك حتى تموت يا عاكف. هاي اللحظة يلي كنت عم استناها. الياس تليفونك. خورشيد مو وقته هلأ. بهزات كمان تليفونك. ما سمعت الياس يا خورشيد؟ انت منيح؟